الله خشمي. راقد انت وكنت تعبان، هنا بكره في مسرحيه لخمس اشخاص، اتمعي بنسوي سحب والباقي بنسوي عليهم سحب اثنين، وفي جائزه 3000 نقطه توزع بين يا ما انا قلت عندك تفون. اذا طلع اسمك قول ما ابغاه، قول ما ابغاه او بدي على طول نسحب واحد. لا سحبينا بعطيها اللي ودي سلطان، اسحبينا يمكن ما يبى هذا، اسحبينا يلا بعطيها. اجلسوا بالله لو سمحتوا، بنسحب قرعه بكره الخمس مواهب اللي بتعرض. اي خلص صفحه فاضيه كذا عشان نوزع عليها. طبعا كم عندنا اسم؟ عندنا ثمانة اسماء اللي خصمهم قوي. لا ما بقى اسمع، و15 اسم باقي عند سلطان عبد الله. قصيد طيب صلوا على النبي. ثمانية اسماء هذه وش؟ انا عندي. لا اسحب خمسة. ها؟ هذا ما سحبناه ترى. يا سلطان ابغى ما دام لا ما هو تمثيل، موهبتك شعر ولا شيء عليها ثلاثة. آه ثلاث نقطة. نواف تعال، تعال نواف، تعال ابو سيف. طيب انا بغلط هنا عيال اللي فض الصفاء. اسمعوا اللي ما يبى لا طلع اسمه يقول اسحب اللي بعدي. خلاص هنا ثمانية اسماء، هنا ثمانية صح؟ يلا اللي عليهم خصم قوي بنسحب منهم ثلاثة، وهنا اثنين من العيال الباقي. انا بخط اسحب مشعل، بخط وانت اسحب. طيب حطيت في معلي خصم قوي. لا حطيت اسحب، ما عندك خصم. اسحب يلا يلا يا سلطان. بسم الله قولوا بسم الله، سأل الله العلي العظيم انها تروح للي يستحق في حاجتها. نايف نايف خرج الاجلس. الاسم الاول احمد رحيب، يستاهل. اكتب احمد رحيب. احمد رحيب من خامني ب انا معار بل وانت موجود اسمك. اصبر بنسحب واحد بديل، يمكن احمد شوي، احمد مهم موجود يمكن يعتذر، بس بنكتبه. الاولويه خلنا خلني خلص اللي عليهم خصم. بسم الله حسيت بشعور كذا. ثامر مدح، ثامر مدح يستاهل، يستاهل يستاهل ثامر. مو يباها ما تبغى هلا يباها ما شاء الله على السفير. انا بسحب الاخير امسك يلا. ها كم واحد باقي؟ السفير المراجع قدام مساعدك. ها بهاء يستاهل ابو محمد. طيب بهاء بنسحب واحد احتياط. لا لا خلينا نجيب صادق واحد احتياط يمكن ابو ولا اثنين احتياط. لا اثنين ايش اسمها؟ اي صح صح صح. حط الاسماء اللي طلعت واختر وهي مقفره عشان ما حد يقول. صدقين يا رجال ما يحتاج مره. خالد الدوسري انا. لا مو يستاهل، يستاهل. لا تكثر يا اختي احتياط، بس اثنين احتياط. نسحب واحد ولا اثنين؟ واحد يا رجال. كم باقي؟ اثنين بعد واحد. خلاص ايش الفايده من القرعه؟ الحين احمد رحيم، ثامر مدعث، بهاج، هم الثلاثه ذول اللي نبدي. اعتذر واحد منهم يجي مكان خالد الدوسري. بس ضف واحد. خلاص اسحب اثنين، اسحب اثنين. اسحب بدلهم ثلاث. لا انا كل عددهم ثمانيه. لا 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 اسحب واحد. واحد واحد. من؟ سياف. سياف هذه انا اقول السحب هذا في تلاعب. لا جدا بدا سحبت انت اللي انت اول بدا ابو هادي. تلاعب بدا تلاعب وانت طلعها من كمه. اه نسحب خلها 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 بنسحب اثنين اثنين من العيال الباقيين. نسال الله العلي العظيم التوفيق للجميع. حماده تسحب؟ لا والله تسحب تسحب. خلي حماده يسحب. لا ابي ابيك تكملوا التلاعب. لا 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 والله نيس. لا 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 اي بنكمل التلاعب. كمل التلاعب عليك يا اخي. يلا ها بسرعه. واحد عطنا واحد. هذا بس هذا سلطان. هذا بس هذا سلطان. دقيقة دقيقة دقيقة. لا 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 قبل تسحب لا تكلم لا تكلم لا تكلم لا تكلم لا تكلم لا تكلم. من باب بما انهم عليهم اللي ما طلعوا اساميهم عليهم خصم ولا ولا تم اختيارهم، اتمنى تضيفونهم مع هذول يمكن يحصل لهم فرصة. ضف ضف عليهم فح. ايش؟ طيب عبد الله المصارير طلع اول اسم. طيب يستاهل. اسحب ثالث. ضيفوا ضيفوا الورقتين ذي معهم. طيب تمام هذ الثلاث ذول ضيفوه علشان يمكن يحصل له فرصه. يلا هاجي اسحب احتياط واحد انت اسحب. بسم الله ألف قله. نواف العتيبي يا سلام. انا متنازل متنازل ما في متنازل. سوى بديل خلاص. انا اللي اختار البديل. لا 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 نواف عشان الوضع يكون. لا 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 خلاص خلاص يسحبون يسحبون ما تبى. لا ما في اكيد اكيد ترى هم شاركوا فيها نقاط. الله يعافيكم نقاطكم نقاطي. اسحب. بسم الله رحنا ألف ألف. عبد الله شراني تبغى موهبه اي تبغى وتبغى بديل. عبد الله خلوا يسحبوا غيرك.
لا 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 خليك يا عبد الله، عبد الله عبد الله خليك، مين تعطيني نصيحة يا عبد الله؟ عبد الله خليك حسين الله حيه. عبد الله عبد الله يا عبد الله خلها عطني اياها بكره. لا 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 من ذي الحين عبد الله بيسلمها. اسحب. لا لا اسحب غير عبد الله، اسحب هو يتكلم. عبد الله يطمن عليك خلاص. عندك نقاط؟ عندك نقاط؟ لا لا شوف شوف بدي على الشباب. خلنا نسمع من عبد الله. خلنا الحين اكتملوا خمسة باسم الله صح؟ ايه الحين اكتملوا خمسة باسم الله. طيب عادي اسال اللي معي الاربعة كيف؟ تناقش انا وياهم شوف بيقدمون شيء بيسوون مسرحيه كل واحد يغدر كل واحد الحالة خمس مواهب الحاله ايه؟ سعود يعني اطلع لحالي ما يكون ايه تبغى تقدم اي موهبه عندك تبغى؟ آه لا شيل بدي شو بدي اكيد تراك بحاجه. طيب عادي عبد الله طعني. لا خليه يغير يسمون غيره بقرعه. لا خليك رجال يمين. لا دام انا ادرى انا ادرى انا عبد الله. لا 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 اكيد اكيد امسح احط احتياط بعد. عبد الله يقول ماني بجاهز. والله ماني جاهز صدق. ما ان شاء الله في فرص. لا لا الف عشان حماده. حماده بيشيخ عليك تسجل ولا ما تسجل؟ حماده يطرح عليك راي. لا تستهبل على راسي ما علي من حماده. سوي اللي تبغي. سجل سجل طلع طلع خلي يطلع مهاراته خلي يسجله. كره القدم ما ناس ما يفهم موجود بك. لا لا. ها لا سجل اسمه الف. هل هو موجود؟ سجل اسمه حط احتياط. خله خل غيره. خل غيره. لا وشو غيره؟ لانه لازم يستعد من اليوم. ايوه شباب 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 عبد العزيز ذا عزيز تعشى يقول ما مشارك خلاص غيره تعبان. اي والله راح هذا عبد العزيز نواف في شاهي لا والله في الشيء ذا الغريب بس ما ادري وشو. الف الف مشعل العنزي مبروك خلاص مشعل اتمنى ما تشارك. لا لا شارك شاعر يا حسين جعلني ما بكيك شاعر يا عيالي بتشارك بالشعر؟ ايوه شارك حاجة خلاص وش وهي. طيب انا للحين ترى ماني فاهم موهبتك وشي عندك قصيده تجي بكره اللجنه تقيم تمثيل شعر اي شيء تبغى يا شباب 3000 نقطه. انا توضيح للبعض انا لما اقول لا تشارك لا تشارك عشان اخواننا اللي لا لا مو عشان اخواننا عشان اعرف انا وش موهبه الشخص هل يطلع على المسرح ولا لا. صح لما يطلع حماده على المسرح ما عنده اي موهبه. يا عبد الله مصاري هذا الدوسري اخذ محل واحد مو معي طيب هذا الدوسري سعد ابغى الاثنين دول يطلعوا سعد. دقيقه طيب تعال تعالوا تعال. لا لا شاعر عبد الله كنك شاعر. دقيقه خلنا ناخذ من عبد الله المصهريل عشان اذا ما هو تعال خالد عبد الله اسمك طلع ضمن المواهب اللي بكره. هل انت جاهز؟ تو بديل على محمد علمتكم انا متنازل للمطاليق اللي اول شيء ما في متنازل. جاهز ولا ما هب جاهز؟ بديلك خالد الدوسري. لا خالد الدوسري جاي اسمه مو بالاحتياط. احتياط هنا بس لا نسحب نسحب سحب. جاهز ولا نسحب؟ شوف يلا يلا انتم هدي يلا ما شو تسحبوا في باقي احتياط برا. لا بندخل احتياط للعيال اليمين. بالله دقيقه دقيقه يا اخي احنا الحين قسمناهم مجموعتين. طيب. مجموعه المخصوم عليهم نسحب منهم ثلاثه. أيوه. اللي هم كم شخص؟ ثمانيه اشخاص. ثمانيه منهم ثلاثه. المجموعه الثانيه كم؟ 15 شخص. اي الله منهم اثنين. طيب مضبوط. أوكي. حظوظ العيال بهاج واحمد الرحيم جت اسماءهم وقبيل يقولون احنا ما مشاركين سحبنا اثنين احتياط مكانهم. أيوه. اذا كلامهم اكيد ما هم مشاركين مكانهم خالد الدوسري وسيف. طيب ممتاز. اذا بيشاركون اذا بيشاركون سحب ظفر. طيب خالد الدوسري طالع اسمه. لا هذه سحب ثاني في الجهه الثانيه. هنا حظوظ هنا حظوظ ودام المدعس موافق. طيب عبد الله المصارير ومشعل العنزي في الجهه الثانيه. عبد الله عبد الله المصارير انا مستعد ولا بغيتوني في شيء ابشروا بالسعد. لكن انا يا طويل العمر ماني ظاهر وانا ماني اهتم بالاستعداديه او شيء عندنا ذا وذا يعني ما اقدر اصرح بها. مشغولين والله وخامت صوتي مهني فاضي بنشتغل لين بكره بنسوي سحب. صح ولا لا؟ معي عذر يا الربع. لا معك معذور. فانا اعطها الشباب اللي عنده موهبه لان الجماله بتجمل على نفسه ومجملين في اخوياه. طيب اسحب. هو يمثل اخوياه. طيب اسحب. نجاحه من نجاح. اسحب اسحب اسحب. واحد بيجي محلك. واحد بيجي محلك. اسحب. الله يجعله واحد موهبه نفسيه. لا والله لا والله تكفى انا طالبك يا ابو عبد الله. مسعود بن شعفور من السعوديه. من السعوديه. وينه؟ يا سلام. هنا منشد وهنا شاعر وهنا تمثيل. احنا من فاضي من الاقدمين بكره انت مساعد تصبح سجل شيء. سجل يا مسعود بن شعفور مشعل النزيل ولا جلس واحمد الحي ثامر مدعت وبهاج هذول الاسماء الاكيده. احتياط هنا خالد الجسري سياره. دخل احتياط واحد بدل مسعود مشعل النزيل. دخل واحد احتياط. طيب احتياط واحد بدل مسعود. غيري ولا راح استحضر؟ لعل الله ارفع الاسم اللي طاح. لا لا ده ما هدا. عرف ايش اللي بتقول؟ هذا وش؟ اوكي شوف خلني اشوف كان مسعود. لا مسعود خلص ما مو بش عندكم. لا استغفر الله. عذروس مره ثانيه. لا لا والله
طاح وشالم. ما عليه، مفضوحين انتم. تراك واضح واضح. من؟ سعد الشهري. طلع اسمه داري. لا لا صار عندي. والله انا احط. انا ما بدي، وبصدق ماني مجاهز. ايش؟ بصدق ابغى واحده غيري، لاني ما ابغى. يلا. ابغى بديل والله. يلا. والله العظيم انك فنان. قرب قرب يا ولد. والله العظيم. بسم الله. سعود الجوزه سياطين. سعود وين؟ انتهيتوا؟ شباب شباب دقيقة 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 دقيقة. دقيقة. مسعود بن شعفول وسعود الجوزه. ايش السالفة؟ احتياط ولا؟ مسعود بن شعفول مشعل العنزي اساسي. اساسي. سعود الجوزه احتياطي، اذا واحد مشعل العنزي اكيد، اذا بن شعفول بيعتذر يجي مكان هالجوزه. مضبوط. هناك احمد الحيم وثامر مدعث وبهاج. اذا مثلا احمد الحيم وبهاج عذروا مكانهم خالد الدوسري سياف. الاولى خالد الدوسري بعدين سياف، هذا الترتيب. وهي حظ، والله يوفقنا وياكم. لا والله ما طيب يا لحل احتياط. والله اسمك موجود هات عشان نكشف الاسماء اللي بعدين. اقول له صار الشليهي شلون الحين هذه؟ اصبر افكها. نايف الحزيمي بس ما جاء على الحين. ينفع اسمه المسرح الربع حماده. انا حطينا عارف صغ حمار صغر الاخر شيء. من يوم طلعها وقال اسم الغثيث؟ ريان. تلاعب واضح يا حبيبي، تلاعب واضح. وانا حاطك هنا وهنا. انا ارى عزيز، ارى عشان اعلمك بس تعاد. اسمعني، ارى ان تعاد وان يشرع على القرعه سلطان ابو حسين الوايد سلطان الهميلي. سجلها كلها حمار. يحيى يحيى الوهيبي حاطين سعينه ما سعينه سعينه. بسام العنزي احسن موجود. شوف 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 لو راح الشمري بهاج الاكلبي. لا لا حسين 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 ما عدتوا شيء حسين. بهاجا بهاجا. طيب يا سلطان الحين يعني ما يشارك في المسرحية. تلاعب تلاعب واضح. تلاعب المسرحية يا غش يا حسين. سلطان الهميلي معي عيال اسم العزيز. يلا مو قطعوه الله يرضى عليك. بكره العرض اصغر وبكره حماشي بكره ما في عشان يعرفونها ما يسحبونها. تلاعب ذا تلاعب والله ما فيها تلاعب. آه. وش اللي صغروا هذا من اللي ماسك وجهه؟ مسعود بالسعودية. مسعود احمد رحية. احد من اللي كان خذا؟ هذا ملا مسعود علمه ايش؟ ما شكله يدور موهبته الجديده. احمد ترى اسمك طلع. اسمع تبغى بديل؟ بديلك خالد الدوسري. خالد الدوسري الف الف مبروك. شو اسمه اللي مع الحياله؟ شو اسمه مسعود اللي مع الحياله؟ احمد الحيم اللي يزن عندنا شغل هنا. خالد دقيق. لا الاماراتي خالد دقيق. احمد الحيم ايش اسمه؟ اكيد من ايش؟ بهاج شاكر. عيد بن شاكر ارحم. اسمك طلع يا اخوي. ذا تبغى بديل ولا توافق؟ خالد ايوه. بهاج بهاج اسمك طلع. الف مبروك. انت سفير يا بهاج، خل غيرك يشارك. سفير يوم الاحد ما عنده شيء قدمه. صدق طلعوا سفر اسبوع الجاي. شباب نصيحه. خالد الدوسري ثامر مدعث بهاج حلو. طيب. ومسعود بن شعفول مشعل العنزي بهاج. مضبوط بهاج بهاج. دقيقه بس اسحب اسمك اوضح. بهاج يتهرج باسمه. ها نعم نعم. للحين اسمي طلع. الحين جبنا اللي عليهم خصم كم واحد؟ ثمانيه. ثمانيه سحبنا منهم ثلاثه. خالد الدوسري ثامر مدعث بهاج اللي فازوا. مضبوط. الباقيين كم واحد؟ 15 اسم. ايوه 15. 15 سحبنا منهم اثنين مسعود بن شعفول ومشعل العنزي. طيب. ممتاز. ايوه حطينا احتياط هنا وهنا. طبعا احمد الحيم قال ما ابغى اشارك، فكان اول احتياط خالد الدوسي لان سحبنا وطلع احتياط. مسعود بن شعفول مشعل العنزي، مشعل العنزي اكيد، مسعود بن شعفول بناخذ منه. اذا مسعود بن شعفول تعذر مكان سعود الجوزه يوم سحبنا احتياط هو الاحتياط. طيب اوكي. باقي انا باقي انا. ها انت اخر واحد. انت اللي باقي ما سمعنا قولك. انت وبن شعفول. انا طال عمرك اكيد مشاركه. شارك. اقدر اهديها؟ لا لا شارك. فيه اسم احتياط. فيه اسم احتياط. سياف. سياف ماني بحبه ولا هو بيحبني ولا بيحبه. انا ما تحط احد. ما تحط. انا كنت ناوي شو اسمه انك تنازل. اتنازل لمن شفت؟ لكن عقب تهديد حماده لي عن بعد ويقول حط سياف عشان هو وياه غرفه واحده، انا ارفض الشيء ذا. عشان كذا انا بسحب.
لا ما في سحب ما في السحب ما في سحب احنا سحبنا احتياط وهي اجزاء شباب 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 طيب ما في تنازل مستعد اشرح طيب شباب تنازل لاخويا شباب 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 سلام عليكم سلام عليكم لا دقيقه دقيقه يا شباب اذكر الاسامي كلها كامله لا تقول لي دول دول عادني اسامي المزبوقين خالد الدوسري ثامر مدعث بهاج مسعود مشعل العنزي ها بهاج خلاص بهاج خمسه خلاص ادخل بدا سيف احتياط هنا سيف حط سيف ابو انا امزح مع خويي ومن علي انت مستعد ولا لا هذه فرصه للجميع يقول لك نازل يا هذه نازل ما بين كم عليه خصم بهاج ما عليه خصم ما بيعمل خصم رجع ما بيمسرح يعني ما بيمسرح خالد الدوسري لا لا انا متناسب يا ولد لا تشد انا امزح ثامر انا متناسب مسعود اسمك طلع الف مبروك خلاص مسعود طلع اسمك لا لا بتشارك لازم تشارك سلطان انتم مش عنزي خالد الدوسري ثامر بدعي وين انت والله انا ما بهاج 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 شنو لا تقدر طيب في وقت والله ما عندي شيء فيها 3000 نقطه بهاج ما عليك طيب 3000 نقطه كنت مستعتذر انت لا انا اعتذر مره المبدا بذاته وبحضوره وبصفته